C'est très bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا في هذه لافورماسيون ديال اليوم ديال الحساب الديني. إذا نعرفكم بنفسي، الاسم ديالي عبد السلام الطالي، مدرب في الحساب الديني، كوتش مدرسي، ومستشار لمجموعة المؤسسات في المشاريع التربوية المختلفة، سواء كانت إيكول أو سونتر أو سواء كان أن بروجي دو إيدوكاتيف. دونك الهدف ديالنا في هذه لافورماسيون هذه هو نعرفكم على اساسيات الحساب الذهني، وان شاء الله غادي نتكلموا على كيفاش كل واحد فينا يبدا ان بروجي ديالو بيرسونيل، ويبدا سواء ان بروجي بيرسونيل باش انه يدير يتريني على هذا المعدل الياباني، سواء ان بروجي بيرسونيل اللي غادي يكون مدير للدخل. مرحبا بجميع الاخوان والاخوات، نتمنى يكون الصوت ديالي مسموع. داكوغ، دونك ملي كنتكلمو على الحساب الديني، شنو هو الحساب الديني؟ هو القيام بعمليات حسابية ذهنية بدون استخدام أي أداة. وهذا الحساب الديني اللي غادي نشوفوه اليوم هو كيبدا باستخدام الأداة ديال المعدل الياباني، وكنتعقلو بعد التدريب إلى طريقة الأنظان، وطريقة الأنظان هي الحساب الديني، وطريقة الصوبان هي استعمال أداة ديال المعداد، والأنظمة هو التخيل. شكون فيكم هنا اللي أول مرة
كي حضر التكوين ديال الحساب الذهني يخلي لنا ميساج. مرحبا استاذه ناديه الطويل، استاذه ناجيه مرحبا بك، وعليكم السلام استاذه ناديه، وعليكم السلام. داكور، شكون اللي اول مره كيحضر التكوين، او لا شكون اللي اول مره كيشوف هاد الاداه هذه اليابانيه او لا كيتعرف عليها وكيخدم عليها؟ استاذه رشيده مرحبا بك، مرحبا بالاخوان والاخوات اللي ملتحقين بنا. إذن أنا الحساب الديني كان بديته، كنت كندير كوتشينغ سكولير. سعد مؤمن أول مرة مرحبا، والسيد هاجا جو بونس مرحبا بك، والسيد فوزي مرحبا. كنت أول مرة بديت الحساب الديني كنت كوتش سكولير، كنت دات الشركة ديالي كانت عندي 24 عام، دات الشركة في الاستشارة ديال التدريب المدرسي، كنت كوتش سكولير، وكنت كنصادف بزاف ديال الاطفال كان عندهم مشكل ديال لا كونسونطراسيون. وملي اكتشفت هذه الاداه هذه صراحه يعني بدلت لي حياتي اولا، وبدلت الحياه ديال الى قلت لكم، نقدر نقول لكم العشرات او المئات ديال المدربين اللي دربتهم حول يعني في العالم العربي، وايضا الجاليه المغربيه في الخارج. والحمد لله مجموعه ديال الناس دربتهم على الطريقه اللي غادي نتكلم لكم عليها، ودايرين المشاريع ديالهم. دونك حنا الحساب الذهني ما يعني كطريقه شي حاجه اللي رائعه جدا وعزيزه عليا، وكنبغي هذا المجال هذا. وايضا كبروجي ستان بروجي اللي الى عرفتي الاسرار ديالو وتحركتي فيه شي شويه غادي يقدر يدخل لك واحد لا سوم دارجون شاك جور ولا شاك موا، على حسب شنو بغيتي دير بالحساب الذهني. داكوغ، دونك تقدر تقاري به الاطفال، تقدر دير به مركز، تقدر تمشي للمدارس تقاري تشد دي اقسام في الحساب الذهني، تقدر تكون في الدار وتدخل وليدات وحد اخرين ودير لهم الحساب الذهني، ويكون عندك هنا واحد المونسواليتي. استاذ صبحي ما كتسمعش الصوت، واش الصوت ديالي واضح او لا؟ اخوان الاخوات، واضحه السلام. مرحبا مرحبا. وقيلا اللي ما يكونش هذا الصوت واضح يكون ربما على الانترنت. داكور، واخا. شكون هنايا اللي ديجا كيقاري الوليدات الحساب الديني؟ شكون اللي عنده قسم وداير البروجي ديالو في الحساب الذهني؟ شكون اللي ناوي باش يدير بروجي في الحساب الذهني؟ داكور، شكون اللي كيعرف الحساب الذهني وباغي يدير فيه ان بروجي؟ انا استاذ، عندي شويه غير البديه، يعني كنعرف غير الاعداد، بقى ما كنعرفش نتخيل الاعداد وهذا. داكور، نشوفوا شي شويه التخيل اليوم ان شاء الله. داكور استاذ، مرحبا. استاذ فوزي، حتى انا استاذ عندي. مرحبا، تفضلي يا استاذه اللي تقدمت. لا انا كنعرف، السلام عليكم. حتى انا كنعرف الاساسيات ديال الحساب الديني، وعندي الفكره ديال انني زعما ندير فيه شي حاجه، يعني عزيز عليا ومهتمه بهذا المجال. واش ولكن باقي ما وصلتش لدرجه الهدف ديالك في هذا المجال هذا؟ نعم. واش الهدف ديالك يعني المستقبلي، بغيتي دير فيه ان بروجي او لا فقط تزيدي تضبطيه وتزيدي تخدميه زعما على مستوى شخصي، بغيتي هي اللي كنتي؟ مادا بيا ندير به مشروع، يعني ماشي. دونك تبغي نعطيك بعض المراحل اللي بغيتو ديروا مشروع ان شاء الله، غادي نهضر لكم على هذه المساله هذه ان شاء الله. وغادي يكون لقاء واحد اخر الاسبوع القادم غالبا، غادي يكون فيه حيت في هذا لا فورماسيون اللي غادي ندير لكم ان شاء الله، غادي نخدم لكم جميع المستويات، الجمع والطرح والضرب والقسمه، وايضا الجذور المربعه.
غادي نحاول ندير لكم اختصار. بيان سور عندنا اشخاص اللي كنتبعهم كندير لهم لاكومبانيومون اللي كيبغيو يديروا دي بروجي كيكون عندهم كتب خاصه وكيكون عندهم وسائل. مرحبا بالاخوان والاخوات اللي بغاو يديروا ان بروجي. الحمد لله درت ان بروجي دو كالكول مونتال اللي من 2015 دربت فيه المئات ديال المدربين في المغرب وخارج المغرب، ودرنا مسابقات جهوية وطنية ودربنا المئات ديال الأطفال حول في المغرب داكو، عن طريق إما شكل مباشر في لو سونتر عندنا أو لا خدمنا بشكل غير مباشر بعقد شراكات مع مجموعة ديال المؤسسات. انتقلت أنزان أكاديمي من تدريب المدربين وكتعقد معهم شراكات الى واحد المستوى اللي هو رائع جدا، اللي هو ان كندربوا مدربين باش يخدموا دي بروجي ديالهم بيرسونيل. يعني حنا ملي كتجي كتدرب عندنا كنحاولوا نعطيوك الادوات والوسائل باش انت تخدم داكوغ. يعني بحال قلتي كانوا الناس كيعانيو في الاول باش يديروا بروجي دو كالكول مونتال، خاصهم لابدا يسينيو دي كونفونسيون مع فرانشيز او لا دي سوسيتي باش يديروا الحساب الذهني. ولكن انزان اكاديمي المده ديال سنتين كتعطي الناس انهم يديروا ان بروجي بيرسونيل، والحمد لله انزان اكاديمي بزاف ديال الناس تدربات في انزان اكاديمي ودابا دايرين دي بروجي ديالهم بيرسونيل. كاين اللي كيدخل زعما صراحه فلوس صحيحه في هذا لو بروجي هذا داكو. حنا غادي نمشيو ان شاء الله خطوه خطوه. غادي نبداو، قلنا الحساب الذهني شنو هو. الحساب الذهني هو قيام بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمه وجذور مربع بدون استخدام اداه داكو، بدون استخدام اداه. اوكي، يعني هنايا حتى هذا اللي غادي نخدم بهذا الاداه هذه كنحسب بها ما كيتسماش حساب ذهني داكو. دونك مي منين غادي نخدم التخيل، غادي نتخيل هذه المعدات هذا، دونك هنا غادي ننتقل للحساب الذهني. دونك نعطيكم بعض الاساسيات دغيا دغيا. ناخذ هنايا نبارطاجي شي بلانك نوت. بالنسبه للمكونات ديال ديال المعدات عندنا اون جينيرال كاين واحد لو كادر. بالنسبه للمعدات الياباني كاين فرق بين المعدات الياباني والمعدات الصيني. المعدات الصيني فيه جوج ديال لي كينير وفيه خمسه ديال لي زونير، اما المعدات الياباني فيه كينير وحده وربعه ديال لي زونير. دونك هنا هذا هي الشكل مبسط باش نشرح لكم الكتابات، نشرح لكم زعما الاسماء المكونات. دونك هنايا كي كتلقى دي بولي هنا واحد جوج ثلاثة. دابا غادي نديرو المعداد الياباني، حنا ما غاديش نخدمو بالمعداد الصيني. كتلقى هنايا خمسة ديال الخرازات، ربعة ربعة الخرازات السفلية وحدة علوية. هاد العلوية هادي كنسميوهم لي كينار. لي كينار كيتحسبو بخمسة، كيتحسبو بخمسة، وهادو التحتانيين كيتسماو لي زونير. هادو كيتحسبو بواحد لي زونير، كاين اللي كيقول لهم لي بيرل داكو. دونك هنا حالة ديالها اناكتيف، حتى شي وحده ما اكتيف. ملي كنأكتيفيو دونك بالنسبه للمعدات كاين معدات الاستاذ ومعدات ديال المتداول. كاين ديال المدرب وديال المتداول. كاين فيه اشكال كتلقاو فيه لون كله لون قهوي داكوغ، اولا كتلقاو فيه الالوان كلها صف لون، اولا بحال هذا الشكل هذا. لي كادر ما كيكون كحال على حسب المصنع وعلى حسب النوع. هادو ديال البلاستيك هما اللي منتشرين كيتباعو. ديال الخشب كاينين بحال قلتي بلايص خاصين في اليابان كيتصايبوا بالخشب، ما كاينش في المغرب اللي كيصايب بالخشب. الا كيصايبوا بالخشب ما كيصايبوهمش بالمعايير ديال الصعوبه، دونك حيت معايير الصعوبه كاين واحد العبار.
هذا العبار هذا اللي عندي هنايا تقريبا غادي مع المعايير ديال استخدام الصعوبه، دونك بحالو تقريبا كيتصايب بالخشب، شي واحد ديال كانوا كيبغيو يصايبوه في الخشب، الخشب في يعني في المغرب كيكون شويه عريض، وهذاك العريض ما خدامش حيت ملي كنتكلموا على مسابقات دوليه وجهويه وطنيه كنتكلموا على واحد لا بريسيزيون، كنتكلموا على واحد لوتي اللي هي بيان بريسي اللي كتمكنك انك دير عمليات اسرع، حيت هذه غادي تمكنك انك دير عمليات اسرع، ماشي بحال وحده كبيره خاصك واحد المده باش توصل او لا باش تحرك الخرزه، وما كتكونش فليكسيبل بحال هذا الشكل هذا. دونك الا كتلاحظوا هاد لاباكيس هذه كتكون شويه فليكسيبل، كنحركوا هاد لي زونير والخرزات الاحاديه كنحركوهم بالابهام، وهاد الخرزات الخماسيه كنحركوهم بالسبابه. ملي كنبغيو نديرو شي عدد مثلا بحال مثلا هادي كتكون اناكتيف زيرو، ملي كنقربو لهاد لاباغ هادي كتاكتيف 1 2 3 4 1 2 3 4 كنحركوها بالابهام 1 2 3 4 5 بالسبابه 5 6 عفوا 6 إلا كانت زيرو بغينا نديرو سيس كنبانسيوها بحال هكا سيس سات ويت نوف نوف أن دو تخوا كات سانك سيس سات ويت نوف. اللي عندو هنا أباكوس يقدر يخدم معايا يتحرك معايا شي شوية، اللي ما عندوش يدخل واحد الجروب، واحد الجروب ديال غنحاول نحط لكم في لا ديسكوسيون ديال التليجرام، ما تشوفش غادي نلقى الليان ديال التليجرام. استاذ انا عندي واحد هذا سميتو لاباكيس ولكن ما تيلصقوش دوك الخرزات، كي فهمتي ملي كطلعها ما فهمتش كيفاش غنشرح لك، ما كتبقاش لاصقه مثلا ملي كتوقفوا وديك الحبه ما كتبقاش لاصقه. لا هو ما خصهاش تبقى لاصقه حيت خاصك تحط بحال هكا، هو هذا ديال حيت كنشوف دوك الكبار كان بحال هكا ما تيبقاوش لاصقين بحال هكا الحبات. هو هذاك هذا هو ديال المتدرب كيكون كيتحط في الطابله بلاش. صافي واخا شكرا. وي ليا في الكاميرا الا بغيتي. الا لا ما عنديش دابا انا ما كايناش في الدار. ماشي مشكل ماشي مشكل. الحصه الجايه ان شاء الله. اللي بغى ابليكاسيون بلاتي يعني انتم دخلوا لهذا الجروب هذا، انا نحط لكم واحد الابليكاسيون اللي كيخدم زعما بالتليفون وبغى يجيب التليفون ديال شي واحد حداه ولا شي حاجه انستاليها دغيا دغيا كتانستالا. نشوف فينا هي. يوم احباب الاخوه اللي التحقوا بنا والاخوات، كاين اللي اول مره كيحضر تكوين ديال الحساب الذهني كنرحبوا بكم. كما قلت لكم انا كنحاول ان شاء الله ناكومبانيكم باش تفهموا الاساسيات كامله ديال الحساب الذهني ان شاء الله. استاذه دلال ما عندهاش الصوت، انا غادي ندير الاستاذه دلال واحد اللعيبه باش تشوف الصوت، حيت نورمالمون تلقى واقيلا اول ما خدمات بالزوم. صبروا معنا الاخوان والاخوات، وانا عارف البلو بار فيكم داير ليا شي بريود ديال تاي حداه وجالس كيتفرج ليا مع راسه. بصحتكم وراحتكم. خصني نشوف هي فين هي واحد التصويره بيرو فوالا. فوالا استاذ دلال ما عرفتش غادي تشوف هاد ال خاصك تاكتيفي الصوت باش تسمعي استاذ دلال، خاصك تاكتيفي الصوت باش تسمعي. دونك قلنا كاين فرق بين هاد لي دو زاباكيس ديال الاستاذ وديال المتدرب، ديال المدرب وديال المتدرب. حنا ما كنقولوش هنا تلميذ و ما كنقولوش استاذ وتلميذ، كنقولو مدرب ومتدرب داكوغ، حيت هو تدريب. مرحبا مرحبا بك مرحبا بك. كنشوف
نحط لكم واحد لو ليان ديال واحد لابليكاسيون في واحد لو جروب. انا غادي نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي استاذه تفضلي. معنا استاذه نجيه ياك ما انت يا استاذه نجيه اللي معنا اللي معايا في لو ديبلوم دو كالكول مونطال اللي كنديروه كل حد. يسرى هذه معك. يسرى مرحبا بك. تفضلي بغيتي تسولي شي سؤال ولا لا انا يلا لحق دابا بغيت غير نعرف المحور اللي راكو فيه باش نقدر نتابع معك. مرحبا بك. حنا يلا بدينا شفنا شي شويه حصه مع الاستاذه حنان وقع واحد المشكل ودابا التحقنا باش واش ساليتوا مع الاستاذه حنان ولا باقيين معاها؟ لا باقي ما ساليناش ولكن وقع واحد المشكل في الرابط ولا داكشي علاش اجلت ديال الحصه. تحبسات. تحبسات حتى الاتصال. واحد ما فيه ماشي مشكل. دونك حنا في هذه الحصه هذه يلا بدينا كنا حبوب الاخوان والاخوات ودنا بعض المكونات ديال الحساب ديال المعدات الياباني وكنتكلم على لاكومبانيومون ان شاء الله اللي غادي ندير معاكم اللي حاضرين معايا باش انكم تقنوا الاساسيات ديال الحساب الذهني. تكلمنا قلنا الحساب الذهني هو القيام بعمليات حسابيه بدون استخدام اي اداه وهذه العمليات الحسابيه الى خدمنا حتى ملي كديرها بلا باكوس ما كيتسماش حساب ذهني. ملي كنوصل للانزان كيتسمى هذاك الحساب الذهني حيت الانزان هو تخيل معداد الياباني. داكوغ اللي بغى لا باكوس فيرتويال واللي ما عندوش لا باكوس انا غادي نحط لكم في هذا لو جروب. انا حطيته في لا ديسكوسيون فوالا لا ديسكوسيون حطيت واحد الجروب دخلوا ليه غنحط لكم اللين ديال لابليكاسيون. داكوغ دونك مرحبا بالاخوان والاخوات اللي التحقوا بينا. واخا فاش بقينا في المكونات ديال المعداد الياباني كنا قلنا هادو كيتسماو لي زونار وهاد الفوقان التحتاني كيتسماو لي زونار والفوقاني كيتسماو لي كينار. حنا حطينا خمسة هادو كيتحسبو بخمسة واحد جوج تلاتة ربعة خمسة. هنا نقطة وحدة نقطة 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 حتى هاد القضية نقدرو نديرو لي زونفون باش يستوعبو باش يفرقو بين أن هادي كتحسب بخمسة وهادو كيتحسبو بواحد. نقدرو نديرو ليهم نقيطات هنايا وهنا نديرو خمسة النقيطات أولا إلا كانو كيعرفو الرموز إلا كانو كبيبرين شي شوية ندير ليهم هنا خمسة وندير ليهم لتحت واحد واحد. هذا كيتسمى لو كادر أولا الإطار وهذا كيتسمى هاد لاباغ هادي لاباغ دو كالكول. هادي لا بار دو كالكول هي هادي ملي كنقربو ليها واحد الخازة كتاكتيفا كتحسب بحال ملي غادي طلعو مثلا هادي الفوق وتولي الفوق هنايا كتحسب بان بحال هاد الشكل هذا. دابا هادي زيرو هادي ان دو تخوا كاتر. هذا غادي نشوف هاد الشاشه ديال التليفون نحاول نحط لكم لابليكاسيون فيرتوييل ولكن الا شريتو هادي حسن غادي تلقاو في مكتبه حداكم شي مكتبه حداكم موجودين. ورخيصه وصلت خديتها ب 25 درهم بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوها 25 درهم 30 35 على حسب البلاصه وعلى حسب المدينه وعلى حسب حتى لا ماركه عاوتاني.
زوين صح هذا الحساب الديني والله، زعما تخدموا به شي شويه في الدار، كاين اللي يخدم به مع وليداتو في الدار، شي حاجه زوينه بزاف، كتخلي الطفل انه يخدم مجموعه ديال يعني ديال الحواس او ميم طون، كيسمع وكيقيس وكيشوف. داكور زوين بزاف. استاذ عافاك، بالنسبه للعمر فاش غنبداو معاهم الخدمه شنو هو العمر تقدر تبداو معاهم بحال هكا في 3 سنين 4 سنين، 3 سنين 4 سنين، كاين برامج خاصة ديال 3 سنين 4 سنين. نشوف، ولكن غادي بالنسبة للصغار كتقريهم الأرقام وميم طون كتقريهم الحساب. داكوغ، خاصهم يعرفوا يتعلموا شنو هو الواحد والجوج والثلاثة والأربعة والخمسة، على الأقل يتعلموا من واحد حتى لتسعود. وهنا كاينين بزاف ديال الطرق، إذا شفتوا مثلا ملي كان الوليدات في الروض، هذوك الطرق اللي كيخدموا بهم بحالهم. إذا كان مثلا عندك ولدك بغيتي تقري في الدار، غتقدر دير ليه مثلا تقدر دير ليه بزاف ديال الطرق ديال لا مونتيسوري، تقدر تشوف في الانترنيت تقلب وتخدموا معاهم الأرقام، عاد تخدموا معاهم اون باراليل لا باكوس. داكوغ، دونك هنايا انا كنحاول دابا باش نصيفط لكم لابليكاسيون. وكاينين بعض السيدات اللي كيخدموا غير في الدار، وكي كيخدموا معاهم، كيدخلوا معاهم وليدات الجيران وداك الشيء، وكيديروا معاهم شي مساهمه وكيخدموا، كنعرفهم بزاف. وكاينين تبارك الله اللي ولاو كيمشيو للمدارس كيديروا معاهم دي كونفونسيون كيخدموا معاهم. هاد لابليكاسيون هي بسيطة، هي هادي، أنا غادي نحط لكم لو ليان ديالها وغنستاليوها. داكوغ، دونك تيليجرام قلت لكم كنت درت مسابقات، تبارك الله الوليدات في مسابقات جهويه وطنيه، وصلوا للمغاربه، وصلوا لي سكور اللي خطيره بزاف. فوالا، اللي دخل داك الجروب انا حطيت ديك لابليكاسيون صامارش. قلت لكم الاخوان والاخوات اللي كانوا تدربوا الحساب الديني بداو كيدربوا الاطفال، وصلوا الحمد لله دي سكور مع الاطفال زوينه بزاف. نشوف الى بان لي هنا شي لقطات ديال المسابقه الجهويه اللي درنا الوطنيه. واي واحد يخدم، شوفوا ما كاينش دابا الحساب الديني، باش نعطيكم بعض المعلومات تعرفوهم بزاف مزيان. الدوله باقي معطله بزاف في الحساب الديني، ما كاينش، ما داخلش شي بروغرام في الحساب الديني ديال الدوله. الدوله يلا واصله دابا، الدوله زعما المدرسه ديال الدوله يلا واصلين واحد القضيه كيديروها اليابانيين فلاش. الفلاش ما كيديروش بابليكاسيون، كيديروا واحد الورقات بحال هكا، وكيبينوا للوليدات مثلا واحد الرقم، وكيحيدوا داك البطاقه، وكيديروا واحد الرقم واحد اخر، والوليدات كيخدموا اما الجمع ولا الطرح ولا على حسب العمليات. اما بالنسبه ل يعني البروجي دو كالكول مونتال، زعما لي سونتر لي زاكاديمي، فايتين بزاف المستوى ديال الدوله. ولهذا في ان الدوله شي واحد يقول لكم ديبلوم معترف به من الدوله، ما كاينش. داكور، ما يكذب عليكم حتى شي واحد، اي واحد يقدر يتوكل على الله ويبدا يتريني بشويه بشويه، ويخدم ويدير بروجي ديالو، يدير اسوسياسيون، يدير الشركه ديالو، يقيد الوليدات، يدير اون استراتيجي ماركتينغ. كنديرو درنا با مال دو فوا دي فورماسيون ديال ديجيتال ماركتينغ، كنعلمو الناس كيفاش انهم يديروا لا بوبليسيتي مثلا في واحد المؤسسه، ومجموعه ديال الاشياء اللي كتبدا بشويه بشويه. دونك ان ديبلوم ديال الدوله ما كاينش، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما كاينش شي واحد محتكر الحساب الديني، يعني انت وجهدك بحال قلتي الناس
كتمشي اللي كيوصل دي ريزولتا. داكور، علاش كانوا الناس كيجيو عندنا باش يتدربوا؟ حيتاش وصلنا مع الوليدات دي سكور. وانا ملي كندرب المدربين كنقول لهم راه خدامين على لو سكور، وحنا دابا خدامين واحد الفورماسيون فيها عام، فيها عام تبارك الله الاساتذه والمدربين ولاو كيحسوا بواحد السرعه، يعني بان واحد بانت لا ديفيرونس، السرعه اللي هي كبيره. ابليكاسيون حتى شاف واحد الجروب ديال تيليجرام غادي تلقى ما يمكنش، ما يمكنش باقي الالتحاق قبل هاد المجموعه ديال العام اللي عندهم. لا يلا كنقيدهم، كاين التحاق، كاين بالعكس كاين التحاق، وغادي نبداو جروب جديد، غادي نبداو جروب جديد كيكون فيه لي غاتراباج. وعاد كاين سيت ويب فيه كلشي، فيه كاع لي فيديو اللي دوزوهم كتقدري تدربي، حيت حنا يعني لا طول كنديرو تكوينات. بالعكس مرحبا الا بغيتي تلتحقي بينا ان شاء الله، اذا اللي تواصلت معك تقدري تهضري معها وتعطيك الشروط ديال الالتحاق ان شاء الله. داكور، الله يجزيكم بخير. الميكروات لي ميكرو. مرحبا بالاستاذه لالا حسناء رشيدي، راكي من ورانا في التكوين. ربي يخليك استاذ، مرحبا. فين هي لاباكيز ديالك؟ انا كنت في الجروب ديال المربيات. عاد دخلتي؟ ماشي مشكله، مرحبا بك. ربي يخليك استاذ. داكور، دونك سي تو بلي حل الميكرو. فوالا حاولوا لي ميكرو، الله يجزيكم بخير. فوالا ما بقاش الصوت دابا. قلت لكم اي واحد غادي يبدا ويخدم على راسو بشويه، ما كاين حتى شي واحد غادي منك دير الكالكول مونطال. خاصك تكون هي عندك محل قانوني ديالك، اما جمعيه اما سوسيتي اما تعاونيه، ولا درتي لي كود سوتيان. لي كود سوتيان كاع ما فيهم حتى شي اوتوريزاسيون. لي كود سوتيان بزاف الناس حالين كراجات، حالين محلات، حالين ديورهم، كيديروا لي كود سوتيان. المهم كتبقى القضيه مقدام وداك الشيء يجي عندك، وهذا داك الشيء كتفاهم معاه، حاجه يبقى يوقف عليك، اما تعطيه شي بركه ولا شي حاجه. دونك ما كاينش شي اوتوريزاسيون، زعما تمشي تجيب شي اوتوريزاسيون من شي بلاصه اوفيسيال انك ديرها، الا الا بغيتي دير لي كود سوتيا اون لين، دير لو كود سوتيا عفوا، ديرهم سوسيتي. ولكن ما نظنش انك غادي دير سوسيتي، حيت اللي كيدير سوسيتي كيبغي يشد لي مارشي مع الدوله، ولا يبغي يبيع على برا، ولا يبغي يستقطب الفلوس على برا، ولا دونك سوسيتي كيكون عندها اللعب ديالها. دونك ما نظنش انك غتبغي دير محل مثلا باش قاري لي كور ديال الكالكول مونطال، غادي دير سوسيتي لو تاعي. داكور، دونك سوسيتي حنا كنديروها، انا عندي سوسيتي باش كنمشي ندفع مثلا مارشي في شي وزاره، ولا شي مثلا شي ساما كامب ديال لي زونفون في شي وزاره، خاصك تعطي لا فاكتوراسيون باش كتخدم مع كتعطي لي فاكتور. دونك ما نظنش انا كدير لي كور سوتيا غادي تاخذ اون فاكتور بالنسبه لي كور سوتيا او لا الكالكول مونطال. دونك هاد المسائل مهمه جدا. دونك حنا باش بديت، انا ملي بديت كدير سوسيتي، حيت كنا مره كنخدموا مع لانابيك، مره كنخدموا حيت كندير دي فورماسيون بليزيور فورماسيون كونسيرنون ليدوكاسيون، داكشي علاش حنا خدمنا على هذا المجال. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا، لي كومبيتيسيون. لي كومبيتيسيون اي واحد يقدر يدير كومبيتيسيون، كتمشي تشكري قاعه وكدير كومبيتيسيون مع راسك. وانا كندرب حاليا دابا الناس اللي بغاو يديروا مسابقات ينضموهم. واش الريزو كامل مقطع عندكم ولا غير انا؟ كتسمعوني الاخوان والاخوات؟ كنسمع كاسك واقيلا هي لا الانترنيت. كنسمعك استاذ، كنسمعك استاذ، كنسمعك. داكور، كيف ما شفتوا هنايا، هاي مسابقه وطنيه كنا نظمناها في 2018 كانوا فيها صراحة داز زوينة بزاف.
المسابقه كانت زوينه والانشطه ديالها انشطه ثقافيه زوينه. كنشكر ماما لا كون ما غاديش نوريكم فيديو كامل، حط لكم لو ليان ديالو الى بغيتو تفرجوا فيه حتى من بعد. اول خلي لكم هنا لي كوموند. داكور قلنا بالنسبه للاخوان والاخوات اللي عاد اجيني راه هنا راه هنا التحقوا بنا اول مره، قلنا بان هاد الخرزات هادو العلويه بخمسه والسفليه بواحد، بحال هكا كنقراو المعداد. هذه الصفر، واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسة، اللي كتقرب لا بار دو كالكول هي اللي كتاكتيفا. 5 6 7 8 9 10 10 هي 1 في العمود ديال العشرات، هذه هي 10. داكو بحال مثلا ملي كتبغي تكتب 10 ف ملي كتبغي تكتب 10 مثلا كتقول هذه كازي ديال الوحدات. تاتي نشوف نبارطاجي معكم بعدا. فوالا هذه كازيت الوحدات، وهذه كازيت العشرات، وهذه كازيت المئات. فوالا الوحدات في الكازيت الوحدات او الكازيت العشرات او المئات، شحال عندنا لي بوسيبيليتي ديال الارقام مثلا في الوحدات بوحدها؟ عندنا 9، عندنا عفوا 10، 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 9. هادو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين. كذلك في الخرازة هادي تقدر تكون هادي ديال الوحدات، وهادي ديال العشرات، وهادي المئات، واكسيتيرا، مئات الالاف. دونك في هاد الوحدات هادي شحال لي بوسيبيليتي اللي عندنا؟ من صفر حتى لتسعة، عاوتاني هنا من صفر حتى لتسعة. دونك هنا الا درنا في العشرات درنا جوج، دونك والوحدات خليناها خاوية. دونك شحال تقرا لينا هادي؟ تقرا لينا 20. وكذلك في لاباكوس هادي بلاصة ديال العشرات، إلى اكتيفينا جوج ديال الخرازات شحال تقرانا؟ 20. داكوغ، شكون اللي ما فهمش شنو قلت دابا نخدم معاه، يحل الميكرو نخدم معاه ونشرح ليه. شكون اللي ما فهمش شنو قلت؟ لا مفهومة أستاذ. فوالا أستاذ أنا جات استاذ انا كنفهم نخدم به، ولكن باش نتخيلو والو ما تنقدرش. حنا جايين القضيه ديال التخيل غادي نتكلموا عليها. داكو شكون اللي بغاني نعاود ليه هذا الشيء اللي قلت دابا؟ استاذه سميره فهمت؟ استاذ ما فهمتش انايا. استاذه حكيمه ما فهمتش. داكو مرحبا بك استاذه حكيمه. استاذ حتى انا ما فهمتش. استاذه ولول ما فهمتش. بعد انتم غير ما فهمتوش، انا ما سمعت والو وما شفت والو. يا رب الله ايوا مسكينه عشان ديك الاستاذه نجات غادي يشير التغريب مزيانه ولا سيرش نقي على اتصالات المغرب ولا مزيانك شويه في الديبي. داكور دونك ماشي مشكل، ان شاء الله التكوينه مسجل، ان شاء الله نلوحوا لكم في هذا لو جروب هذا اللي دخلتوا ليه. شكرا استاذ. داكور شكرا بزاف. استاذه غادي نعاود ليكم، استاذه ناديه تاهي نعاود ليها، استاذ سعد حتى انا استاذ. داكور دونك قلنا هذا معداد ديال الاستاذ، معداد ياباني. هاد التحتانيين هادو كيتحسبوا بواحد، كل وحده كتحسب بواحد، ومنين كنحركوها بحال هاد الشكل هذا كتاكتيفا. دونك هاك كتاكتيفا يعني كتحسب. هادو زيرو، هادي لا بوزيسيون زيرو، ومنين كنزيدو نحطو واحد نأكتيفيوها بحال هكا كتحسب لينا واحد، ومنين نأكتيفيو جوج كتحسب جوج، كتحسب هادي ثلاثة وهادي أربعة. منين كديزاكتيفيوهم زيرو. داكوغ، ونديرو العدد اللي بغينا. مثلا سيدا حكيم عطيني شي رقم بغيتي تركبيه كيف ما كان. خمسة. خمسة، داكو هي هادي، شتي راني اكتيفيت 5. واخا عطيني أستاذ حكيمة شي واحد آخر. اثنان.
اثنان فوالا اثنان قلنا اثنان باش ندير ناكتيفيو اثنان خاصنا خازات احاديه دونك ها هي اثنان صافا فوالا عطيني شي عدد فيه رقمين 25 25 دونك 25 في العشرات شحال خاصنا نديرو نكبو ناخذو جوج من العشرات وخمسه من الواحد وديك الحمراء الفوقانيه ديال خمسه الواحدات شحال خمسه خمسه هي ديك الفوقانيه هي خمسه وايشو شكون اللي باقي ما فهمش يعطيني شي رقم نركبو ليه يلا استاذ ابو الاولى عطيني شي رقم بغيتي تركبي 16 شحال 16 نعم 16 يعني 16 في العشرات شحال عندنا واحد في واحد في واحد في العشرة نديرو خمسة وواحد هذه 16 أستاذ عافاك هذيك وحدة حمراء شحال كتمثل؟ هذه فيها خمسة هذو كيتسماو لي كينير أنا غنبارطاجيها معاكم في الـ في الـ في الصورة كيمثلو خمسة داكوغ أستاذة أستاذة خديجة قالت لي ديال سبعة فوالا هاتي أستاذة خديجة باش نديرو سبعة يعني خاصني نديرو خمسة زائد جوج نزيدو ليها جوج فوالا داكوغ أستاذة خديجة فوالا عطيني أستاذة خديجة شي وحدة أخرى إلا باقي ما فهمتيش مثلا تكون فيها رقم ولا رقمين يلا اللي باقي ما فاهمش يعطيني شي رقم سلامة أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة أمل لا يخليك غير قولي لها اسمها قلتي 13 هذيك الأخت قالت لي 13 قلت لها مزيان قالت لك خمسة قلتي لها خمسة سبعة اللي بغات ماشي 13 قالت خمسة وزدت جوج لا هذيك عرفتها سمعت 13 سمعت درتي واحد هنا في العشرات واحد أنا اللي فهمت دابا هي 13 هي واحد قالت 16 قالت 16 ماشي 13 قالت 16 قالت 16 16 درت واحد في الوحدات و6 واحد في العشرات و6 في الوحدات 16 انا سحبني قالت لك 13 وكنقول كيفاش 5 لا 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 استاذ الثانوي عطاتني 69 استاذ ولا استاذه سمح لي انا كنلقى غير الشيه دونك 69 استاذ سود 60 غادي نديرو 6 في العشرات ياك وشحال في الوحدات 9 مفهومة باينة أستاذة المدرسي تكلمتي واضحة أستاذ نعم 10 نتي أستاذ الله يجازيك بخير أييه مرحبا بغيت غير نسول واش مثلا هذاك العمود الأول درناه الوحدات يعني فورسيمون الثاني غيكون العشرات الاخر غيكون مئات الاف مئات الاف عشرات الاف الاف مئات الف مليون عشر ملايين مئات ملايين مئات مليون مليار اكسيتيرا كل ما كان طويل كل ما فيه عدد كثير شكرا استاذ مرحبا انا عاد دابا فهمت استاذ فهمتي استاذ ابو اللون عاد فهمت شكرا بزاف مرحبا بك استاذه نجات باقي كتسمعينا ولا باقي الكونيكسيون ما مسموعاش كاين جوج ديال نجات استاذ واش نجات القصري ولا نجات نجات اللي معايا بلاتي فين نجات نجات القصري اللي قبيله قلتي لنا ما كنتي سمعتي والو فاهمه شي شويه وي هي 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 معاك الغزلان الله يصلح شكون اللي باقي ما فاهمش الله يصلح استاذ نجات شكرا استاذ بارك الله فيك صراحه زوين هذا الشيء خصو غير التركيز شويه وصافي صراحه زوين هذا باركوس انا كتعجبني كنخدمها بزاف مع الوليدات وكنداوبو بها بزاف ديال الناس اللي باغيين يخدموا مع وليداتهم ولا يديروا ديال استاذ عافاك كنت نقول لك واحد السؤال هذه هي استاذ نجاة الثانيه عاد عرفتها فوالا مرحبا استاذ نجاة الثانيه انا كنتسنى السؤال ديالك استاذ نجاة استاذ الا سمحتي حنا دابا فهمنا التمثيل يعني التمثيل ديال الاعداد على داكو ما حاجه
واش اللي باش نربحوا الوقت شويه الا يمكن نديروا بعض العمليه ان شاء الله واخا وان شاء الله غادي ندوزو دغيا دغيا فوالا كانت سيرجونا ما سمعناهاش كاين بالنسبه بالنسبه للحساب البسيط كاين بالنسبه للحساب البسيط اولا بالنسبه لتركيب الاداه بالنسبه للحساب البسيط كيخصنا نكونوا اول حاجه كنعرفوا كنركبوا الاعداد وكنعرفوا نديروا القراءه ديال الاعداد مثلا استاذه امينه قول لنا شحال هذه مثلا عندنا 200 و 232 272 تخيل بيان برافو يلا استاذة شي وحدة اخرى تجاوبنا هذه شحال 291 بالنسبه للحساب البسيط كنخدموا فيه بعض العمليات اللي ما فيهمش قواعد كاين بالنسبه للمراحل ديال تدريس الحساب الذهني كاين مرحله ديال الحساب البسيط وكاين الحساب المركب اللي فيه الاصدقاء الخمسه والاصدقاء العشرة حتى في الحساب البسيط غادي نجيو هنا غادي ناخذو كناخذو القلم بحال هذا الشكل وكنفيكسيو لا باكوس الجلسه كتكون مستويه وكنخدموا بهاد جوج الاصابع هادو استاذ تقدر دير لنا فيديو هكذا يعني وتصيفطوا لينا كاينين فيديوهات موجوده انا صيفطت لكم في الجروب اللي حطيتو هذيك الجروب اللي حطيتو في لا ديسكوسيون دخلوا ليه شويه نحط لكم الحساب البسيط اصدقاء الخمسه والاصدقاء العشره داكوغ مرحبا دونك هنايا غادي نجي باش نحسب غادي كنشد القلم بحال هذا الشكل هذا بهاد جوج الاصابع كنحرك الخرزه هي هو خاصكم تعرفوا واحد الحاجه هو ان خاصكم لاباكيت باش تدربوا حيت الا كتشوفوا بعينيكم ما غاديش غتنساو دغيا دغيا يا استاذ موجوده لاباكيت عندي فوالا تبارك الله عليك استاذ فاطمه انا عاد كي شريتها انا استاذ كاينه انت تولدي انا عندي لاباكيس تما مشاهده دابا نتوما لاباكيس ما تقدرش تخدم هذا الشيء خصو التطبيق هو خصو التطبيق خصو التطبيق استاذ امينه استاذ امينه هو الرابط كاين في لي كومونتير داكور دونك غادي نجيو قلنا كنفيكسيو اباكيس بيد وكنخدمو بهاد الصبيعات هادو مثلا نعطيو مثال ديال الحساب البسيط 2 زائد 5 زائد 2 ناقص 7 تساوي 2 غنديرها بلا باكيس الكبيرة فوالا نديرها بلا باكيس الكبيرة مثلا 2 زائد 1 زائد 5 ناقص 6 كتعطينا هي 2 وهاد الصبيعات هادو دابا هادي الكبيره ديال الاستاذ كنشرح بها اما نورمالمون كنخدم بحال الطريقه هادي هاد جوج صبيعات ديما كيكونوا وحده لي بولي او وحده الخرزات وكنحركوهم بسرعه وبفليكسيبيليتي كبيره جدا وبالتالي كنقدروا نديروا عمليات حسابيه اللي هي سريعه جدا داكوغ دونك بالنسبه للحساب البسيط كنخدموا ما كيكونش فيه قاعده لاحظتوا مثلا 6 زائد 10 زائد 3 ناقص 11
تساوي شحال؟ تساوي 8 داكور. دونك هذا الحساب البسيط. حنا في الحساب البسيط حنا ما كناش بيان سور نعطيكم بعض البيداغوجيه العمل، هو الوقت ما كيسمح ليناش. بالنسبه للحساب البسيط ما كنخدموش بطريقه عاديه مع الاطفال، كنخدموه على الاقل ب 18 نوع ديال لي زيكزارسيس فيهم ساعات مختلفه، وطريقه وضع العمليات مهمه جدا. وهذا هو الفرق بين مدرب في الحساب الذهني وشخص كيبراتيكي فقط الحساب الذهني، حيت في تدريب الحساب الذهني كيخص استراتيجيات تعليم الاطفال الحساب الذهني، حيت ماشي اي عمليات غادي نجيو نبداو نخدموا مع الاطفال، غادي اميليوريو ليهم ليماجيناسيون ديالهم. دونك ليماجيناسيون كنديروها بثلاثه الطرق، اما كنشد لاباكوس كنشوف فيها قدام عيني، كنشوف فيها قدام عيني وكنحرك الخرزه بحال هذا الشكل هذا كتعاوني كتدريب. بعدا في ليماجيناسيون باش نخدم ليماجيناسيون مزيان خاصني نكون كنخدم بيدي وعاد نخدم بليماجيناسيون داكوغ. دونك كنجي كنشوف الخرزه بالخرزات بحال هكا، وكنجي مثلا كندير 2 زائد 5 ناقص 6 زائد 1 زائد 1 داكوغ، وكنتخيل العمليه. اولا كنخدم في جوج ولا ثلاثه ديال الاعمده، مثلا 20 زائد 1 زائد 1 زائد 5 ناقص 20 زائد 1 زائد 1 زائد 1 هي دونك هنايا 10. دونك عندي وحده اخرى ثاني مثلا نقول 30 30 زائد 3 ناقص 22 زائد 55 ناقص 50 هي 16 داكوغ. دونك كنبقى نتخيل كنشوف لاباكوس وكنحرك الخرزه يعني فيزيوالمون زعما كنقيسها وكنخرج العمليه. وكاينين تقريبا واحد 6 انواع ديال العمليات، كاينين عمليات اللي كنخدموهم في لو ليفغ داكوغ، كيكون عندنا واحد لو ليفغ وكنشوفوا العمليه وكنشدوا لاباكوس وكنخدموا. مثلا هذا هو لو ليفغ ديال الصعوبه، فيه عمليات مثلا بحال هذا الشكل هذا، كيكونوا دي زوبيراسيون كيكونوا طوالين بحال هذا الشكل هذا، كتكون مثلا 1 بلس مثلا 2 بلس 1 -3 بحال هكا. غادي نجي نشوف هنا كنشوف العمليه، كيكونوا مجموعه العمليات بيان سور وكنخدموا 1 بلس 2 بلس 1 -3 سي 1 وكنكتب الريزولتا. دونك هذه الطريقه الاولى. دونك هذه النوع الاول ديال التمارين. النوع الثاني هو انني كنشوف العمليه وكنخدمها بدون استخدام الميثود داكوغ، يعني كنشوف مثلا العمليه بحال هكا 1 زائد 2 زائد 1 ناقص 3 وكنجاوب. كاين عاوتاني لا ديكتي نيميريك، انني كنفتي عليك لوبيراسيون داكوغ، مثلا كتسمعني وكنبقى نفتي عليك العمليات 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 5 ناقص 4 زائد 1 زائد 1 زائد 5 7 عاوتاني 10 زائد 10 زائد 20 زائد 20 زائد 1 زائد 1 42. دونك هنا كنبقى نفتي عليك دي زوبيراسيون بحال هكا، وانت مع التدريب ومع لاباكوس كتخدمها بك اباكوس في الاول وكتبقى تجاوب على لوبيراسيون بالتخيل ديال هاد الميدان. قلنا كاين اللي كيتخيل كيشوف لاباكوس وكيبدا يتخيلها، وكاين اللي كنحطو قدامو لاباكوس بحال هكا وكيشوف فيها بحال هكا، كاين اللي كيخدم لاباكوس هادي كيشوف بحال هكا وكيشوف فيها وكيتخيلها وكيبدا يتدرب، من بعد ما يحتاجش انه يشوف فيها. اولا كاين اللي كيحرك عاوتاني الاصابع، كيعاون بالاصابع ديالو، مثلا 1 زائد 1 زائد 1 3 1 زائد 5 ناقص 5 1 10 زائد 1 زائد 1 12. وحنا هنا كنخدمو معاهم عاد عدد ديال الطبقات مختلف، لا فيتاس مختلفه، كما قلت لكم 18 استراتيجي، وهاد 18 استراتيجي تبارك الله مدربين عندي شهادات كثيره ديال المدربين اللي بداو معنا في المجموعه ديال العام، وتبارك الله ولاو كيميتريزيو بواحد السرعه اللي هي كبيره وكبيره جدا، وكاين بادي فيهم اللي بداو دي بروجي ديالهم الحمد لله. دونك هذا هو اللي كيعجبنا في التدريب هذا، هو انه هو براتيك وشي حاجه لي كونكري وشي حاجه لي كتخدمها مع الاطفال كتعاونهم بزاف داكوغ، فريمون شي حاجه لي اكستراوردينير فريمون، كتاميليوري لا كونسونطراسيون، كتخدم فيها بزاف ديال الحواس، فيها متعه وفيها اثاره وفيها كونكورونس بين الاطفال
وفيها أرقام قياسية، وبالتالي هاد زعما هاد البراتيك هاد ديال الكالكول مونطال شي حاجة اللي كتنمي الدماغ وكتعاونو بزاف بزاف، سيرتو كي الأطفال اللي تبدلات حتى الطريقة ديال الذاكرة ديالهم، ولات ذاكرة قوية. علاش ذاكرة قوية؟ حيتاش الكالكول مونطال كيستدعي واحد لا كونسونطراسيون، وكيستدعي واحد لاكتيفاسيون ديال مجموعة ديال الخلايا العصبية، حيت كاين حركة وكتعاون بزاف. حيت كونكري مثلا غادي نجي نقول لك 5 زائد 1، تنبقى ندير كوتر 5 زائد 1 هي هي في المخيله ديالك، ما خدم معاك حتى شي اداه. دونك هنا ماشي بحال انني عطيتك واحد الاداه وكتولي 5 كتشوفها وكتقيسها وكتبقى دير لا ريبيتيسيون بواحد الطريقه ذكيه، وبالتالي هنا كتاميليوري الحساب الذهني بشويه بشويه في الدماغ ديالك. صافي دونك استاذ واحد السؤال. مرحبا استاذ. بالنسبه للنيفو ديال غير صحه ديال الدراري ديال الراود 4 سنين 5 سنين، شنو هي المده باش نضبط الحساب الذهني لهذا المستوى هذا؟ بالنسبه الى كنتي ايديوكاتريس وكتخدمي في كريش، ممكن انك تخدمي معاهم، ممكن انك تخدمي معاهم واحد البروغرام داكور، بروغرام خاص بالكريش. واش انت استاذ معنا في انزان اكاديمي كدير شي فورماسيون ديال ليزيكاتريس؟ اه استاذ معكم وخدامه دابا ايديكاتريس في الجروب 4. اه استاذ الجروب 4 فوالا. انا اصلا غادي لكم واحد البروغرام، عندكم واحد البروغرام خاص بالكريش، غنعطيه لكم تبعوه ان شاء الله وتبداو تخدموا به. هذا يعني بالنسبه للاخوان والاخوات الاخرين اللي ما معناش في ليزيدوكاتريس، حيت عندنا واحد لا فورماسيون ديال ليزيدوكاتريس كنديروها فيها 4 موا، حيت مازال معطلين في الحساب الذهني بالنسبه لينا حنا الجروب 4. داكشي علاش بغيت زعما ما كرهتش غير في هاد الكان جوغ الجايه نضبط شويه الحساب الذهني. غادي توصل حيت انا غادي نقريكم في ليزيدوكاتريس، نقريكم الحساب الذهني، حيت ما يمكنش ندير لك دابا هذا. دونك اون جينيرال كنقول لك كندير عندنا بروغرام كنقريو الاطفال الارقام وميم طون كندير لهم لاباكوس، مي من الاحسن كتبعي واحد الكتاب زوين. دابا زعما هي توصل النوبه ديالي ان شاء الله وتبداو به ان شاء الله. ان شاء الله استاذ، شكرا بزاف. مرحبا، بون بليزير. بالنسبه للاخوان الاخرين اللي مهتمين اللي كيخدموا في لي كريش ومهتمين بان بروغرام خاص بالكريش، راه ممكن انهم يلتحقوا بينا ان شاء الله في التكوين ديال لي زيدوكاتريس في ديك لابارتي ديال الكالكول مونطال. داكور، دونك تكلمنا قلنا كنتكلموا على ليماجيناسيون، حيت واحد الاخت تكلمات لينا على ليماجيناسيون. ممكن حتى الدراري ديال ان يوناني لي سي يخدموا بها. خويا سعد بيان سور، اخويا اي واحد بالنسبه للصغير كبير يقدر يخدم بلا باكوس وتستمتع بها وتستافد منها وتشارك في مسابقات وطنيه وتشارك في مسابقات دوليه. ممكن اخويا مع شويه ديال الخدمه والصبر غادي توصل دي ريزولطا مزيانين ان شاء الله. ولكن انت مهتم عاجبك الدومين بزاف، او ممكن انك تلتحق بفورماسيون ديال الكبار ديال لي فورماتور داكور، وتستافد معنا ان شاء الله. داكور، قلنا التخيل كاينه طريقه البطاقه، اما بطاقه اما اباكوس بحال طريقه تحريك الاصابع كتعاون بهم، وكاينه الطريقه ديال التكرار. داكور، التكرار هو انك مثلا ضعيف في ليماجيناسيون، ما كيبان لك حتى شي حاجه في ليماجيناسيون، كتجي كتكون مثلا عندك 1+1+2، عندك ما كتجيش تخيلها، ما بانتلكش لاباكوس، كتقدر تخدمها افيك اباكوس 1+1+2 وكتشوفها وكتخدمها لا مي، كتخدمها بالتخيل 1+1+2. هاد لا ميثود بالنسبه ليا الله كيتعلم التخيل وما قداش انه يدير التخيل، زوينه بزاف. كنا كنخدموا مع الاطفال كتعاونهم بزاف. كنا بقينا في مو سي جو في لومبو اون سكولين افيك مي زونفون سي سي بوسيبل دو مي دوني ان تيتر دو مانيوال بور 4 ans. داكور استاذه خديجه، تواصلي معنا ان شاء الله، خلي التليفون ديالك غادي نعطي السيده اللي مكلفه غادي تشرح لك اكزاكتومون
تقدر تدخلي معنا لواحد شحال من حصه، ما عرفتش شحال من حصه عندكم مع لي زيدوكاتريس، واش شي 4 سيونس شي 8 سوايع ديال لا فورماسيون خد استاذه خديجه؟ وي استاذ، عندنا 4 حصص ديال الباكيج. ها عندنا 4 ديال الحصص ديال سنه 4 فوالا، 4 ديال الحصص ديال الصوبان استاذه خديجه. واش ممكن نخدموا مع اطفال فضاية اعاقه، اعاقه ذهنيه وتوحديه؟ استاذه امينه باش ما نكذبش عليك، انا كنعطي الناس التجربه ديالي الشخصيه في داكشي اللي كننجح فيه، ما كانش عندي اكسبيريونس، ما كانش صراحه ما كانش عندي اكسبيريونس مع اطفال التوحد لا باكوس. كنت كنمشي لواحد ليكول، كنت كنمشي لواحد ليكول في حي الرياض، وكنخدم معاهم، كنت كنخدم ماشي كنخدم معاهم، كندير السويري ديال واحد الاستاذه فورماتور معنا في هاد ليكول هادي، وكان واحد الطفل فيه التوحد، عنده توحد، كيخدم ولكن مع ايدوكاتريس سبيسياليزي. الشباب كتكون جالسة مع هذاك الطفل. سي يوسف الميكرو ديالك كيتحل، الا كنتي بغيتي تسول شي سؤال مرحبا، سينو خلي الميكرو مسدود باش نقدر نشرح. تمام، شي اللي كنتي بغيتي تسول مرحبا بك. النشاط ها هو شحال داكور. بالنسبة لبعض الحالات كيبان لي صعيب، بعض الحالات ممكن على حسب الإعاقة. أستاذة أستاذة أمينة صامخش داكور، كاينين إعاقة كيف ما كتعرفوا، كاين إعاقات ذهنية وكاين إعاقات حركية داكور. كاينين بعض الأطفال واخا عندهم توحد كيكون عندهم ميول للرياضيات، ميول للحساب خصوصا. هذا الشيء باش سولت هذا السؤال أستاذ. لا ممكن تخدمي مع البروغرام اللي غادي يقرا معنا الاستاذ ديال الروض. استاذ رشيدي كاين عندك استاذ رشيدي، عندك في ليديكاتريس وعندك في الدبلوم، حيت ملي كتقراي معنا يكون هذا الخاص بالروض. السلام عليكم، اجازك بخير، ممكن تخلي مرحبا بك استاذه، مرحبا بك. صباح مرحبا بك. صباح صافا، واخا انا غادي نتواصل معك ان شاء الله. استاذه مينا، لا قلنا من النوع ديال لي زيكزارسيس، قلنا كاين لا ديكتي نوميريك، كنفتي عليك دي زيكزارسيس غتخدمو اما افيك اباكوس او سونز اباكوس داكور. كاينين دي زيكزارسيس خرين افيك الفلاش، انا نوريهم لكم دابا. الله يفينا هاد الميكروات هادو، حيت ممكن نقطعوا الميكروات ولكن ما تقدوش تحلو معاهم ثاني، دونك داكشي علاش كنحاولوا شاك فوا هذا. تبغي على اللي تيدير صداع هويه ولكن راه بارفوا ما نقدرش نبقى حاضي كذا. لا لا تيتخطو بليزونس اسكو داكور. كاين هذا الفلاش هذا فوالا، كدير مثلا كتبروغرامي كدير مثلا كدير كالكول سامبل لي بولونير اي لي كينار، وكدير ديماري وكيبقاو يتافيش 4 -1 +6 -6 -2 +1 +6 -5 -1 وكتعطي الريزولطا هنا 3. كتبقى تدير ديماري وكتخدم اما تخدم افيك اباكوس 1 +6 -2 +2 -2 -7 +7 +2 -2 -6 داكور، سي نورمالمون سي 6. اولا غادي تخدم، اولا كتخدم بالتخيل، كتشوف
كنشوف لا باك بلس 8 موان 5 موان 1 بلس 1 بلس 5 بلس 1 موان 3 موان 6 بلس 7 بلس 2 سي 9 داكور دونك سي 9 دونك كيما غادي تخدم افيك اباكوس اولا تخدم سونز اباكوس سا مارش دونك هادو تقريبا 6 ديال الانواع ديال لي زيكزارسيس اللي الاستاذ اللي غادي يقري الاطفال كيحاول ينوع في الطرق ديال العمليات عمليات كتابيه كتنمي لا موتريسيتي كتحسن في الكتابه اللي كتكون في الكتاب كتشوفها وكتخدم اون كونسونطراسيون كتزيد كتحسن الكتابه كتديفلوبي حتى لا فيتاس ديال ليكريتور وكتديفلوبي لا كونسونطراسيون ملي كتشوف ملي كتخدم سونز اباكوس في الكتاب حتى كل تمرين وكيديفلوبي واحد الجانب اكثر مثلا غادي نعطيك هناك واحد الاكزارسيس تخدمو افيك لو ليف افيك اباكوس سونز افيك اباكوس كتديفلوبي كما قلنا ديك لا موتريسيتي والكتابه ولا كونسونطراسيون في ليكريتور وملي كتخدم سونز اباكوس كتنمي ديك رده الفعل ديك الشوفه ديالك مثلا كتشوف العدد كتنتقل من عدد من طبقه لطبقه وكتحسب كتنمي رده الفعل حتى ديك السرعه ديال الرؤيه وديك لا كونسونطراسيون فيزيوال كديفلوبا عاوتاني في لا ديكتي ملي غادي نبقى نسمع مثلا ا بلس ا بلس 5 موان 5 بلس ا بلس ا موان 4 بلس 2 بلس 2 بلس 10 سي 14 دونك هنا كتسمع او ميم طون كتاكتيفي السيرفو ديالك انه باش انه تكون عنده ردة الفعل اوديتيف وتكون عنده واحد لا كونسونطراسيون اوديتيف اللي هي قويه جدا يعني فريمون هاد التنوع ديال لي زيكزارسيس هو بين الاسباب اللي بزاف ديال المدربين كانوا كيخدموا فقط دي زيكزارسيس في لو ليفر وما كيديروش الوليدات لا ديكتي وما كيخدموش معاهم دي زيكزارسيس متنوعين خلى المستوى ديال الاطفال كيبقى عادي وما كيديفلوباش اولا خلى واحد الملل كبير كيكون في لي سيونس دو كالكول مونتال دونك هنا حاولوا الاخوان والاخوات هاد السته ديال لي باز اللي قلت لكم مهمين جدا انني نخدم مع الطفل مع لو ليفر مع المعداد لو ليفر بدون معداد لا ديكتي بدون معداد ولا ديكتي مع المعداد وفلاش مع المعداد وفلاش بدون معداد سامارش دونك هنا بالنسبه للحساب البسيط درنا مجموعه ديال الامثله وكاينين ايضا بالنسبه للحساب المركب نشوفوا بعض لي زيكزومبل اللي كيكونوا فيهم قواعد سا مارش دونك هنا بيان سور ما خصناش ندوزو لي زامي دو 5 بوزيتيف و نيجاتيف حتى الميتريزيو شي شويه الكالكول سامبل علاش حيت حتى مع الاطفال حيت كاين بارفو مي كيبغي يخدم مع الاطفال كيزرب عليهم ويلا كيخدم الحساب البسيط كيزيدوا لي زامي دو 5 حيت ربما ما عندوش لي زيكزارسيس ربما ما عندوش مثلا الليف ربما كيجيب لي زيكزارسيس من عقلو تقاد ليه دغيا كيخليه انه ينتقل دغيا بالحساب البسيط للحساب المركب دونك هنايا غادي نعطيكم بعض الامثله غير باش تفهموا زعما تاخذوا فكره اما بالنسبه لي اول مره يلا فهم معنا شي شويه تركيب الاعداد وقراءه الاعداد يقدر ما يفهمش ويقدر يفهم داكور باش ما تلومونيش ما تقولوش صعيبه ولا شي حاجه ما تجيكمش بصح صعيبه ولا هذا غير باش تعرفوا بان كيخص واحد شويه ديال التدريب وخاصني نمشي بعيد بلي زيتاب يعني ما يمكنش ننقزوا لي زيتاب ولكن هنا غادي نشرح غادي نوريها لكم دونك لي زامي دو 5 بوزيتيف كنخدموا على الجمع والجمع العمليات ديال اللي فيهم الزائد والعمليات اللي فيهم الناقص ولكن كنخدموا بالمعداد صافي بحال مثلا ناخذ مثلا القاعده الاولى كيقول لك بلس 1 بلس 1 ايكال بلس 5 موان 4 مثلا غادي ناخذ مثال غادي نجي نبغي نخدم بهذا المعداد هذا بهذا المعداد
غادي ندير مثلا بلس 1. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. لا 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 صافي غباتي علينا لاباس عليك. لاباس استاذ اخبارك؟ الحمد لله. مرحبا. دونك هنايا كما قلت لكم في لي زامي دو 5 ملي غادي نجي للخدمه مثلا غادي ندير 2 بلس 1 دونك بلس 1 غادي نخدم عاديه ها هي عندي غادي نزيد عاوتاني بلس 1 فوالا عادي. ملي غادي نبغي نزيد بلس 1 وحده اخرى ما عنديش كيفاش غادي نزيدها؟ نهبط 4 غادي نخدم بالقاعده اللي قلنا هنايا ديال بلس 5 غادي تنقص موان 4 غادي نقص 1 فوالا هادي كتسمى حنا زدنا 1 هادو هما لي زامي دو 5 فيهم 8 ديال القواعد. بالنسبه للاباكيز ديال المتدرب الاباكيز ديال المتدرب نقدروا نديروها بحركه وحده مثلا عندي 4 بلس 1 كنشدوا هاد الصبع هذا بحال هكا كنهبطوه فوالا حنا هبطنا 5 وهبطنا 4 بحركه وحده. او تقدر ديريها بحال هاد الشكل ناقص 5 ناقص 4 ولكن كنعطيكم دي زاستوس اللي غادي تسهل عليكم الخدمه مع لا ريبيتيسيون ومع لي فيتاس اللي كيكونوا كبار شي شويه. مثلا في المثال الاولاني في الجدول عندنا العمليه الاولى كتقول لك 14 14 بلس 1 زائد 1 اللي غادي نديرو فيها القاعده ديال زائد 5 ناقص 4 ها هي فوالا زائد 2 غادي تعطينا هي 17 داكو. عاوتاني الثانيه عندي هنا 2 زائد 2 زائد 1 هي زائد 5 ناقص 4 يلا اللي عنده لاباكوس ديروا لنا العمليه الثالثه شحال هي اللي خدامين معنا بلا باكوس العملية الثالثة شحال عندنا 14 بلس 1 فوالا 14 بلس 1 اللي هي بلس 5 موان 4 بلس 3 شحال هي 18 تخي بيان عندي 14 بلس 1 اللي هي بلس 5 موان 4 بلس 4 19 هي 19 دونك هنا كاينين مجموعه ديال القواعد هنا بلس 2 وبلس 3 حاولوا تضربوا عليهم. انا غادي نحط لكم لي فيديو في ديك الجروب اللي قلت لكم فوالا اللي بغى يخدم هنايا بعض العمليات يتوني شي شويه ما بين غادي نحط لكم دي فيديو. هذا الجروب هذا اللي قلت لكم قبيله خاصكم تكونوا داخلين اللي كنحطوا فيه ديما الجديد حطيتو لكم قبيله في لا ديسكوسيون نشوف فينا هو غادي نعاود نكوبي بالنسبه للاخوان والاخوات اللي عاد التحقوا بينا ما عرفتش واش غادي يبان ليهم ولا لا. لا هذا فيديو ديال اليوتيوب بلاش لا جروب ديال التليجرام فوالا هو هذا هو هذا فوالا انا حطيت لو جروب حطيت هاد لو جروب هذا. انا غادي نحط لكم دي فيديو ديال اصدقاء الخمسه كاملين تحت الطلب ديالكم غدا غادي تكون واحد التكوين زوين بغيتو تحضروا ليه سيت اون فورماسيون ديال مناسبه ديال عيد المراه
تحياتي للأخوات كاملين اللي هنايا، إن شاء الله تكون يعني تجديد النية شكرا أستاذ للنجاح والتفوق إن شاء الله. شكرا أستاذ بارك الله. هاي واحد تصيوي أزوي ونصيبنا لكم أحطا لكم في الجروب هتشوفوا هديلا ديال مرحبا إهداء ليكم. شكرا أستاذ. شكرا بزاف أستاذ. تصيفتها أستاذ في الجروب ديال الانستغرام ديال التليجرام. أنا غادي نحاول نحطها دابا. فوالا يا واحد يا واحد النقطه زوينه صراحه واحد النقطه انا تسلل عليا اختي واه خليني عباس انا رحت في ال لا حول ولا قوة إلا بالله. فين هي التصويرة هذه باش تبان لينا فين هي؟ أنا محتاج ليها صافي شوية نبغيها ليكم. أي نبغيكم غير بالميكرو هنايا عيب. لا راه زوينة بحال شفتها في تيليجرام. يلا قاري لينا داك النوطة اللي فيها، قاري لينا داك النوطة اللي فيها. زوينة زوينة أستاذ شكرا بزاف. لا لا يخطيك علينا أستاذ. مرحبا بون بليزير. اللي عجبني فيها أستاذ هو هذيك علمي المرأة ستتعلم عائلة. أنا باقا كامل شتا الأستاذات. تاتي أنا غادي نشوف إذا لقيت كيفاش ندوزها هنا البيسي. أنتن رمز العطاء والإبداع. فوالا أستاذة عاوديها. علم امرأة ستتغير عائلة وعلم العطاء والإبداع. علم امرأة. اسمعني أستاذ. علم امرأة فستتعلم عائلة، علم فتاة فستتغير المستقبل. أنتن رمز العطاء والإبداع. الله يسمح الإبداع. يسمح لنا من عيوصنا ومن والدينا ومن خواتاتنا. مرحبا. ودير اش استاذ ديك الملكه رانيا ها زعما القوله ديالها هي اللي قالت هي اللي قالتها زعما. شكرا بزاف. مرحبا غون بليزير و شكرا بزاف بارك الله فيك. تحيه لكم بيان سور رمز العطاء وما اي كلمه تقال تما الا وهي حقيقيه وخارجه من قلوبها سامارش. دونك بالنسبه لي زامي دو 5 لي زامي دو 10 ان شاء الله غادي نحطوهم لكم في لو جروب باش تحاولوا تبراتيكو. دونك اهم شيء في الحساب الديني هو البراتيك. غادي نحط لكم حتى واحد لو ليفغ غدا ولا الا لقيتو دابا غادي نحطو تيلي شارجي زوينه استاذ انت سرتي لينا فوالا. غادي يكون واحد لو ليفغ ديال الخد ديال البراتيك غادي نحطو لكم ان شاء الله في الجروب باش تخدموا به الاصدقاء الخمسه اصدقاء العشره. والاسبوع القادم ان شاء الله تكونوا معنا في واحد التكوين ديال الضرب والقسمه والجذور المربعه في الحساب الذهني. داكور دونك غنخليكم تاينيو شي شويه بهاد لو ليفغ وهاد لي فيديو اللي غادي نعطيكم. وغادي يكون تكوين واحد اخر في الاسبوع القادم كما قلنا. غدا اللي بغى يحضر غادي تكون غادي يكونوا ان شاء الله بعد لي زون كادرون غادي تكون انفورماسيون من جوج من جوج حتى ثلاث من جوج عفوا حتى الخمسه
une formation في 3 سوايع غادي تدخلوا فيها مؤطرين كان غادي نتكلموا على غادي تكون بمناسبه بيان سور عيد المها غادي يكون بعض ديال المؤطرين غادي تكون استاذه حنان اللي استاذه يعني متميزه بيان سور في المجال ديالها والاستاذه كريمه وغادي يكون واحد الاستاذه جديده ان شاء الله وغادي نتدخل حتى انا في واحد الموضوع مهم اللي كنسميوه كوتشينغ بارونتال كيفاش تكوني ام او اب مدرب كيفاش تلعبي الدور ديال التدريب مع الاطفال ديالك كيفاش انسيتي لانكونسيون ديال الطفل ديالك انه يدير داكشي اللي بغا ويعجبو داكشي اللي كيدير وتوجهو بواحد الطريقه اللي هي انكونسيونت غادي نهضروا على بزاف ديال لي زوتي برينسيبال ديال البي ان ال ومجموعه ديال المهارات اللي هي جديده جدا وغادي تكون ان شاء الله واحد الامسيه اللي زوينه غادي يكون تدخلات ديال الاساتذه بيان سور نتوما مرحبا غادي تدخلوا بال يعني غيكون ديك الساعه الوقت ليبر ديالكم غتقدر تحضر التكوين كامل تقدر مثلا تحضر النص ديالو ومن بعد تكمل في الفيديو مي اللي غادي ناكد لكم غادي يكون ان شاء الله موضوع مهم جدا موضوع اللي هو مهم جدا في المجال وعالم ديال التربيه ديال الاطفال وديال ديال بيان سور ديال المربيات وديال الامهات ديال المربيات اللي كيخدموا في الكريش مع الاطفال وايضا ديال الامهات اللي كيخدموا مع وليداتهم في الدار دكور بالنسبه للحساب الذهني اليوم شفنا مكونات ديال المعدات شفنا قراءه المعدات شفنا طريقه ديال التخيل شفنا 6 ديال الطرق ديال انجاز العمليات الحسابيه شفنا امثله في لي زامي دو 5 مي ما كملناش بقات واحد 10 دقائق غادي نحاول نحكي لكم فيها واحد على التجربه ديالي في الحساب الذهني باش نبسط لكم الامور ما تحبكمش باش دير الحساب الذهني خاصك واحد زعما واحد ليفور كبير ولا يعني كيكون واحد التدريب اللي هو يومي واحد نص ساعه في النهار ربع ساعه ثلاثه الحصص في السيمانه هو تدريب شخصي مهم جدا التجربه ديالي باش بديت الحساب الديني كما قلت لكم قبيله انني كنت كندير التدريب وعزيز عليا المجال ديال لي زاكتيفيتي باراسكولير ولي زاكتيفيتي اللي فيهم ليدوكاسيون داكور من نهار بديت في الكوتشينغ سكولير وانا كنهتم بالمواضيع بجميع المواضيع اللي كتعلق بليدوكاسيون داكشي علاش انا مشيت في لونتربرونيا في هاد الدومين هذا يعني كنخدموا مع لي زيكول بريفي مع لا نابيك مع لي فورماسيون مع هذا مع لي زيدوكاتريس مع اللي عندهم دي كريش مع لي باغين لي زونتربرونور باغين يخدموا يعني على ان سونتر دو فورماسيون كنديروا ديجيتال ماركتينغ بليزيور فورماسيون في هذا الدومين هذا كنخدموا ايضا الكوتشينغ سكولير كنخدموا ايضا مجموعه ديال لي فورماسيون اللي هما جداد ومطلوبين في السوق في السوق ديال العمل دونك كبدايه في الحساب الذهني غادي نعطيكم اون استراتيجي اي واحد يقدر يديرها داكور حيت الفرق بين واحد خدام وكيوصل ريزولطا واحد خدام ما كيوصلش الريزولطا هو هذاك اللي خدام كيوصل الريزولطا هو عارف فاش غادي يوصل الريزولطا يعني كاين هذاك النيه داكور شي واحد كيقول لك غادي نمشي نخدم مثلا شي حاجه كيقول لك نتمناو دونك هنا ما كاينش التمني كاين شي حاجه ملي كتبدا صافي كتبدا عندك مراحل عندك خطوات كتبعهم عندك واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد باش كتمشي خطوات الخطوات بسيطه اول حاجه تعلموا الاساسيات هذا الشيء هذا وحضروا عاوتاني السيمانه الجايه ان شاء الله داكور ثاني حاجه طبقوا داك الشيء في الدار هذاك الكتاب اللي غادي نحطوا لكم في لو جروب دخلوا ليه تيليشارجيوه خدموه كامل داكور ثالث حاجه بداو تشوفوا بداو تصايبوا دي زيكريتور على لي سوبور مثلا اللي تقدروا تبداو تحطوهم مثلا سوغ انترنيت ولا ديروا اون باج فيسبوك ولا شي حاجه اولا اللي ما بغيتوش يخدموا بالفيسبوك سيروا لشي ايكول بريفي حداكم اقترحوا عليهم دي سيونس غراتويت خذوا بحال هادو واحد الخمسه ولا 10 واحد العدد وخذوا دي زاباكوس وخذوا دي تانغرام وخذوا بحال هادي وتوكلوا على الله خذوا كتاب ديال الخدمه غادي نعطيكم واحد لو ليفغ غنحطو لكم ان شاء الله باش تستافدوا منه وباش تخدموا به مع كبدايه مع الاطفال وايضا من بعد كتولي تخدم على ان اوبجيكتيف بيان بريسي مثلا
كتخدم على 10 ديال الاطفال، كتخدم على 20 طفل، على حسب الوقت ديالك وعلى حسب فين بغيتي تجيب هاد الاطفال. واش بغيتي يكونوا هيجيانيك، بغيتي يكون هاد الاطفال في شي ايكول بريفي، بغيتي يكونوا مثلا هاد الاطفال هادو يعني غادي تشوفهم من السوشيال ميديا مثلا، يجيو من اباء وامهات في المدينه ديالك، بغيتي تخدم معاهم اونلاين وصافي، وكتبدا تخدم وكتبدا ديفلوبي واحد الجانب ديال ان سيستيم دو طرافاي. حيت ملي كتخدم لو كالكول مونطال ما كاينش فقط الاصدقاء الخمسه والعشره والحساب البسيط فقط، بل كاين استعداد وكاين كاين بيداغوجي، وكاين كيفاش هاد الطفل هذا تخليه انه يخدم معك اطول مده ممكنه، كيفاش انه يتخلص من الملل، كيفاش انك تدوز الحصه تدوز مع الطفل، كيفاش انه يشتاق الحصه ديالك، كيفاش انه تخلي الحصه ممتعه بزاف، كيفاش توصل لواحد لو سكور، دونك كيفاش انك تموتيفي وتخدم اون استراتيجي دو موتيفاسيون اللي تخلي الطفل يقدر يبقى معك ربع سنين هو عزيز عليه الحساب الديني. وهذا هو اللي غادي نحاول ان شاء الله نطرقوا ليه في حصص اخرى. دونك سبعه دقائق الاخوان والاخوات اللي عندها شي سؤال ولا عندكم شي سؤال داكور ممكن تقولنا التوقيت باش نشوفوا. مرحبا استاذ، واش يمكن لينا نستعملوا بهذا الاداه ديال الابوكس في جدول الضرب بالنسبه اللي بغى يحفظ جدول الضرب او عمليه اللي بغى يحفظ جدول الضرب؟ نحاول ندير لكم الحصه الجايه. هنا ما هنا ما بقى لي شويه الوقت، دونك الا بديتها انت عطيتينا استاذ واحد الخوا ديال لي زاستي. كاينين واحد لي خوا ديال لي زاستي زوينين ديال جدول الضرب اللي كانت الاستاذه مريم اللي شاركت معنا في الدورة ديال لي زيدوكاتريس واستفدت معنا ايضا من بعض التكوينات. دونك حنحاول ندير لكم ان شاء الله في سميتو الاسبوع المقبل ان شاء الله. تمام. وبالنسبه للعمليه ديال جدول الضرب ديال عدد في عددين، كي ممكن انهم كنديرهم في لاباكوس داكور، ممكن كيديروا في لاباكوس. ندير لكم شي وحيله هنايا مثلا، غادي ندير لكم 36 في 6 مثلا في 36، غادي ناخذ 6 في 36. عندي هنايا عندي 3 ديال، غادي ناخذ 3 ديال الخارج، 3 ديال الخارجات. غادي نبدا من اليسار اليمين 6 في 36، غادي نبدا من اليسار اليمين 6 في 3 18 و 6 في 6 6 في 6 دونك كاين 6 في 6 6 في 3 18 هي هذا و 6 في 36. خاصني نزيد 3 هنايا بلس 10 موان 7 ونزيد 6 هنايا 200 216 داكور. دونك 6 6 و 30 سلام استاذ، واش ديك لاباكيس اللي خدموا بها جميع المستويات ولا مستوى لاباكيس كتخدم فيها الجمع والطرح والضرب والقسمة والجذور المربعة. شكون اللي بغا يدير بروجي في الكالكول مونطال؟ يسولني شي أسئلة. أستاذ مرحبا. أنا في الحقيقة ما كنظنش غادي نقدر ندير هاد السرعة، زعما واش ما يمكنش الواحد يدرب يدير زعما يدير الكالكول مونطال اللي كخاش هو ما عندوش الصوره. شوفي حنا باش نجيكم صريح، باش تدابوا لي زونفو خاصكم تدابوا، ما كاينش ديك القضيه ديك الشاش. حنا داينا مع امها ما دارت هاد القضيه وعمري ما دارتها، ما كاينش واحد اللي كيديرها في هذا. انزان اكاديمي مؤخرا دارت فورماسيون فيها عام، كل سيمانه البراتيك، كل سيمانه حنا داين عام باش تبراتيكيو، وكنبقاو نخدموا لا فيتاس ضروري تدربي باش تدربي لي زونفون. دونك هاد القضية هادي إلا كنتي غادي تخدمي وبغيتي ديفلوبي أن بروجي خاصك إلا بدا تدربي، إلا مكنتيش غاتعطي الوقت للصعوبان صراحة غادي تقدر تضيع لي زونفون للأسف. داكوغ مكينش وحدة أخرى إلا أنك تدربي، حيتاش سالت ديك لا جينيراسيون ديال فلترات عينك. دابا كاينين لي ريزولتا مع الأطفال مرحبا، مكينينش والناس مغاديش يجيو عندك، مغاديش دير أن بروجي وما غاديش ينجح لك، حيتاش القضيه ولات في التطور اللي هو كبير وكبير جدا. دونك حنا دايرين اون فورماسيون ديال العام على ود هذا الشيء هذا،
وباش كنديروا لك ديجيتال ماركتينغ ندير لك هادي وندير لك هادي وندير لك هادي باش يلاه تخدم الناس كلها. استاذ الله يخليك، بغيت نسولك. مرحبا استاذه بن فريحه اللي عندك هاد العشيه، تقيت في هاد لافورماسيون ديال العام. مرحبا مرحبا بك، بارك الله فيك استاذ. شكرا. بغيت غير نسولك بالنسبه لوليدات، دابا انا كنخدم معاهم الاصدقاء الخمس، اييه كنخدموها في لاباكيوس، والعمليات اللي بسيطه الجمع الطرحي بسيطه كنخدموها مونطالمون. يعني واش خاصني حتى يبداو يخدموا يعني دوك العمليات البسيطه يوليو يخدموها بسرعه عاد ندوز معاهم القواعد، ولا ماشي مشكل نبقى ندرب مثلا في العمليات البسيطه كندربوها مونطالمون، والمركبه كنخدموها في لاباكيوس؟ بالنسبه اون باراليل استاذه، استاذه اون باراليل غادي تخدمي اون باراليل مونطالمون بلا باكيوس، مونطالمون بالنسبه للبسيط غادي تمشي مونطالمون بالبسيط افيك باكيوس بالبسيط، غادي تدوز لي زامي دو 5 وتخدمي مازال بسيط وتزيدي لا فيتاس في البسيط وتخدمي لي زامي دو 5 وتبقى في كل قاعده كتخدميها وكل كتخدمي القواعد السابقه كامل. داكور كتمشي كتمشي. شكرا. وعلى حسب البروغرام اللي خدامه به، على حسب حيت البروغرام دابا داك البروغرام اللي كنتو خدامين به تما في ديك الكريش، داكشي اللي غادي نديرو في لو ديبلوم اللي غادي تسمعيه في لو ديبلوم زدنا عليه بزاف ديال الحوايج، ما كافيش داك لو بروغرام. تمام. كاين دي زيكسيس كنسميوهم تمارين التركيز المتكامل، كيكونوا طوال شي شويه. كاين واحد التمارين سميتهم 360 كيكون فيهم جميع انواع ديال العمليات. دونك هادشي ان شاء الله غادي نشوفو، تشوفيه معنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله انفورماسيون ديال لو ديبلوم دو كالكول مونطال ان شاء الله. شكرا. الى بقى اخر سؤال، اخر متدخله، شكون اللي معنا هنا كيدير لو ديبلوم دو كالكول مونطال يعطينا التجربه ديالو مع لا فورماسيون؟ قلت لها استاذه حسنا واخا زبنا عليك، واخا زبنا عليك شي شويه في الاول، انا ما عرفتش الاول واش انت كنتي عاد التحقتي بينا كتحاني واش قديمه ما كنتيش كتدخلي؟ تفضلي. لا لا ما قديمش، كنت انا في لوتيزم بعدا اصلا. اييه لوتيزم، ودخلت دخلت ليديكاتريس وعاد جيت للكالكول مونطال. يلا دخلت يلا جوج حصص. جات في الاجواء بعدا كي غاديه مزيان. الحمد لله الحمد لله، رانا غاده تفتي شويه. رانا رانا وصلت الاصدقاء العشرة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، الله يوفقك ان شاء الله. ربي يخليك ربي يخليك، واخا هادشي كيجيني شي شويه صعيب. واخا هكاك وفي لي لاباكيس حنا خدامين، خاصني نخدم معاك وانت تشدي لاباكيس. هاتي دابا حنا فين هي لاباكيس؟ راه كنت راه قلت لك راه كنت مع لي ديكاتريس تحولنا. لا دابا بشويه بشويه، هاتي شوفي تفرجي في دي فيديو اللي كاينين في لو سيت ويب ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. كل واحد اخر يتدخل كيدير معنا الديبلوم دو كالكول مونطال. السلام عليكم. شكرا الله. ام زكريا تفضلي. بالنسبة لي أنا دخلت متأخرة، ما حضرتش معكم من الأول، و يعني عاد لقيت بان هاد الحساب الذهني، وبغيت غير نسول واش بالنسبه للاستفاده الا بغينا نستافدوا واش كيستافدوا يعني صغار ولا ناس كبار؟ كبار هاد فورماسيون ديال لي فورماتور، مي الا بغيتي تخدمي مع الوليدات ديالك فوالا. وشنو كديروا البري وحصص في الزوم؟ كيكونوا حصص في الزوم، هي كتاخدي لا باكوس وكنتابعوا معاك. عندنا دابا لا فورماسيون ديال العام داكور نورمالمون ديال 1800 درهم، وكاينين كاينه اون اوتر فورماسيون فيها 4 موا، فيها شهاده ديال جميع المستويات فيها 4 موا 500 درهم بار موا. اوكي. وشحال من حصه في السيمانه؟ كتكون حصه فيها ساعتين زائد سيت ويب فيه الكوميل ديال مجموعه الحصص اللي كنا كنديروها سابقا. اوكي شكرا بزاف. دونك كاينين بزاف ديال لي زافونتاج وحد اخرين، كاينين دوطخ فورماسيون خاصك غير تواصل الا كنتي مهتمه وبغيتي زعما تافونسي في هاد لا فورماسيون، خلي لنا الرقم ديالك في الكومونتير وغادي تتصل بك السيده اللي مكلفه ان شاء الله تعطيك المعلومات كاملين. استاذ 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 دقيقه، بالنسبه لهذا الفورماسيون ديال العام
ماشي بحال هادي اللي غنديرو حنايا في ديال الاربع شهور هذيك خاصه بلي زيدوكاتريس هذه ديال العام فيها خمسه لي فورماسيون فيها فورماسيون ديال كالكول مونتال جميع المستويات ديال الصغار والكبار زائد ديجيتال ماركتينغ زائد صناعه كتب طاقه الاوتوماتيزم زائد العاب التربويه زائد تنظيم المسابقات الجهويه والوطنيه لا فورماسيون الثمن ديالها الحقيقي واصل حتى ل 5000 درهم هبطنا كنا بدينا بواحد الثمن صراحه زوين بزاف ودابا وصل ل 1800 درهم وغادي يبقى واحد المده يقدر يتزاد حيت فريمون فورماسيون زوينه بزاف وفيها كنعطيوك ان بروجي كومبلي كلي اون ما تخدمي به يعني اون انفيستيسمون اللي زوينه بزاف كتعلمي فيها استاذ ما يمكنش نبداو هذا ديال العام قبل الميسالي ديال 4 شهور غادي نبداو اون فورماسيون غادي يكون غادي تبداو وكتدخلوا كديروا دي راتراباج وكتلتحقوا مع المجموعه وكتدخلوا مع المجموعه وتدخلوا لو سيت حيتاش الهدف ديال هاد لا فورماسيون ديال العام هي لا كومبانيومون هو انكم تداربوا بيان سور غادي ديروا حصص اللي هما تقدروا توصلوا حتى جوج الحصص في السيمانه او اكثر على حسب يعني وقتاش دخلتي وصل لي بداو من البدايه فين وصلوا واش زعما لا وصلوا لي زامي دو 10 حيتاش حنا غنقول لك واحد الحاجه الناس اللي كيدخلوا معنا كيديروا فورماسيون ديال العام عندهم اون بلاتفورم اللي كيبغي يفهم كل شيء كيدخل يتفرج بوحدو ولكن حناش علاش كنديروا عام باش انت ملي تبغي تمشي تخدمي مع الوليدات وداك الشيء كتجيك تلقاي مشاكل ولا تبغي تسولي بحال كندير لك لاكومبانيومون كندير لك الكوتشينغ ماشي كنعطيك غير المعلومات حيت فهاد لا فورماسيون ديال العام كنكون معاك كنكون معاك كل سيمانه كتحسني معنا في المستوى ديالك وكتدربي وانا داير هاد لا فورماسيون ديال التدريب باش تدربي انت تاخدي لا باك تدير بليزيور اكزرسيس كنخدموا عمليات اونصومبل كناخذوا التجارب ديال بعضنا كل واحد كيعطي التجربه ديال الاخر كاينين مجموعه ديال الاخوان في كازا الطلاقه وبداو خدامين يعني الحمد لله كاينه واحد لاكتيفيتي زوينه في هاد لو جروب ديال لو ديبلوم دو كالكول مونتال يعني غاديين بشويه غادي بشويه خلي التحق بيني الله دابا غدا مكملين في لي زامي دو 10 دونك لي زامي دو 10 معروفه والقاعده كاينه ولكن حنا كنضربوا على الصبيعات نحركوهم شي شويه نخدموا شويه ليماجيناسيون نخدموا الفلاش نخدموا داك ستات لي زيكزارسيس اللي كنت قلتهم قبيله زائد الكماله ديال لي زيكزارسيس اللي كيوصلوا حتى لواحد 12 اكزرسيس واحد اخر دونك في المجموع 18 كل 22 نوع ديال العمليات باش ان الاطفال ما يجيهمش الملل بتاتا بيان سور زائد حويجات اخرين كثار ما نقدرش نقولهم دابا كاملين حيت راه فريمون كثار غدا ان شاء الله استاذ ماشي عندنا الحصه غدا الحصه ان شاء الله تكون مع 11 ان شاء الله مرحبا بكم والى باقي اخر سؤال نجاوب عليه استاذ الله يجازيك بخير كتعطيو ديبلوم ولا اتيستاسيون ديبلوم هذا ديال العام كنعطيو فيه ديبلوم ديال واحد لا فورماسيون ديال 4 موا فيها اون اتيستاسيون فيها بعض المستويات داكور ولكن الامتيازات ديال لو ديبلوم هي كثيره جدا تقدر دير 4 موا 500 درهم بار موا تقام عليك اكثر من ان ديبلوم اللي هو عام وفيه امتيازات اكثر داكور فيه امتيازات كثيره دونك يكون الكوتش دابا خدامين دي سونتر وكاين اللي بدا كيدخل الفلوس كاع هو يلاه بدا كيتريني معنا ولكن خدام كيتريني وكيتعلم شي حاجه ويمشي يدرب الاطفال ويورغانيزي شي شويه ويصيب حقائب دونك كاين تبارك الله لا رياكتيفيتي كثيره جدا في لو جروب معنا ان شاء الله دونك وكتاخذوا التجارب ايضا ديال المجموعه شكرا استاذ شكرا ان غون بليزير وتحية لكل نساء العالم وتحية لكم كاملين شكرا أستاذ بارك الله فيك بارك الله فيك اليوم هذا اللي نتفكركم فيه ولكن أيام كاملة إن شاء الله غدا حضروا معنا واحد تكوين زوين مرحبا بكم وما عليا دابا إلا نقول لكم تصبحوا على خير وبون سواري السلام شكرا أستاذ بارك الله أستاذ أستاذ عبد السلام اهلا وسهلا تسلم عليك شكرا استاذ لاباس عليك صحيحتك مزيان بارك الله عليك الله يجازيك بخير ما نهار كبير هذا فين غداك الله وفيك استاذ الحمد لله حنا غادي الحمد لله
الله يفضلكم رحنا غاديين اللهم لك الحمد اغرو بليزير ان شاء الله معنا استاذ ان شاء الله ان شاء الله استاذ ان شاء الله تبارك الله عليكم كاملين استاذ واش مع 11 الصباح ولا 11 الليل 11 الصباح 11 الصباح يلا صافي ان شاء الله شكرا يلا مرحبا اغرو بليزير تبارك الله عليكم شكرا استاذ مدام اغرو بليزير معكم بارك السلام عليكم مسيه سعيده تبارك الله عليكم